وينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول الدكتور عمار قناة. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من عندك سيد أحمد من الولايات المتحدة الأمريكية. العقوبات مستمرة وأيضا هي مرتبطة بالأزمة الأوكرانية كما نعلم، ولكن لنبدأ هذا النقاش بملف العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي على موسكو. إلى أين ستصل؟ يجب أن نتعاطى مع العقوبات لأنها عقوبات مصممة للتأثير في قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، ويجب أن نرى أنه يوجد بكل هذه العقوبات سواء من الجانب الأمريكي أو من جانب الاتحاد الأوروبي مجال مفتوح بثغرات تمكن من استمرار العمل حتى لا يتم أن تكون عقوبات قاطعة للاقتصاد الروسي. في البداية يوجد ثلاث قطاعات رئيسية استهدفتها هذه العقوبات الأمريكية الأوروبية. أولها هو قطاع النفط، ثانية هو قطاع الخدمات المالية، ثالثها هو قطاع الصناعات العسكرية. بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، الثغرة التي موجودة أنها تحجم عمل البنوك الروسية والبنوك الأمريكية والأوروبية في مجال التمويل وشراء السداد. السيد أحمد، هناك موضوع يطرح بشكل جدي ورئيسي في إطار قصة العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو. الجانب الغربي يربط هذه العقوبات بالأزمة الأوكرانية، يقول أنه موسكو تدعم الانفصاليين وبالتالي ستفرض عليها عقوبات، ولكن موسكو نفت عدة مرات أي ارتباط لها بالأزمة الأوكرانية وقالت أنها تريد الحل السياسي والسلم الأهلي في أوكرانيا. الأمريكية روسيا طلعت شبه جزيرة القرم استفتاء 18 مارس، لا أحد يعترف به خارج روسيا وبعض الدول القليلة، ولكن المجتمع الدولي بصفة عامة لم يعترف بهذا الاستفتاء وضم القرم إلى روسيا. ثانيها بالنسبة لحادث سقوط الطائرة الماليزية، طريقة التعامل التي قام بها حلفاء روسيا من الانفصاليين وأخير حتى الناحية الإنسانية تسليم الجثث حتى يتم دفنها ترك بلا شك يعني تأثير. وهذا أيضا موضوع شائك جداً. سيد أحمد، حتى موضوع الطائرة الماليزية، فهنا أسأل دكتور عمار. دكتور عمار، أمريكا اتهمت موسكو بأنها هي مسؤولة أو الانفصاليين هم من أسقطوا هذه الطائرة وموسكو تدعم الانفصاليين وبالتالي العقوبات ستزداد، ولكن رجعت عن اتهام موسكو وقالت أنه لا، موسكو ليست مسؤولة عن الطائرة الماليزية. كيف تعلل هذه الاتهامات وهذه العقوبات أيضا؟ في البداية مساء الخير. بالنسبة يعني للوضع أو العلاقات السياسية الروسية الأمريكية، يعني نحن نعلم منذ زمن يعني تجدد الحرب الباردة، وما يخص المشكلة أو الأزمة الأوكرانية هو يتعلق بأن الهدف الرئيسي للأمريكان أو لواشنطن في المرحلة الحالية هي إظهار روسيا الطرف المؤثر والطرف المتشدد من حيث التدخل في الأزمة الأوكرانية. ولكن يعني كل الغرب ينسى يعني أنه لا يوجد وكأنه تدخل أمريكي عندما يقول أن الانفصاليين هم موالون لروسيا والسلطة والنظام، ألا نعتبرهم يعني موالون للأمريكان؟ فمسألة الاتهامات يعني بالنسبة لواشنطن هي قدمتها أكثر من مرة وفي أكثر من حدث سياسي، ولكن ما يعلل الآن وما يعني ممكن أن نراه في المرحلة الحالية أن واشنطن بدأت تفقد يعني الكثير من زمام الأمور في الأزمة الأوكرانية. فبدأ هي تفقد الكثير من زمام الأمور. دكتور عمار، لماذا مستمرة في نهج العقوبات على موسكو؟ لماذا لا تحاول إصلاح العلاقة مع روسيا أو الحوار حتى على الأقل؟ يعني لانه هنا يعني الازمه احنا نراها من وجهه نظر جيوسياسيه، يعني هاي الامريكان في المرحله الحاليه يحاولون تسريع العمليه، فالعقوبات الاقتصاديه هي تعتبر اداه سياسيه يعني فعاله. ممكن تكون في مناطق يعني شاهدناها بالنسبه لايران او بالنسبه لكوريا الشماليه، والمحاوله الجاده من قبل واشنطن هي عزل روسيا بدايه سياسيا، عزلها عن المجتمع الدولي. دعنا نسال هنا سيد احمد،
سيد أحمد، كما سمعت مرة من سيفستوبول، كيف تفقد واشنطن الزام هذا القرارات؟ العقوبات هي قرارات واشنطن وبروكسل في هذا الوقت. 440 مليار دولار حجم التعامل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. من يملك زمام القرار ومن الذي يحتاج إلى الآخر أكثر؟ روسيا تحتاج إلى تكنولوجيا استخراج نفط، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يتعرضوا لصناعة الغاز في هذه العقوبات. فأنا بالتالي يعني يوجد أيضا أسباب كثيرة، ولكن لا أريد أن أخذ الوقت المداخلة، فأنا أسجل دكتور عمار توافق مع الدكتور عمار. توافق السيد أحمد على رأيه؟ لا طبعا أنا لا أوافق معه، يعني بداية لأنه عندما نقول أن التعاون يعني بأرقام كبيرة جدا، ولكن يجب أن لا ننسى أن الاقتصاد الأوروبي سيتأثر أكثر بكثير من روسيا. يعني حجم الاقتصاد الروسي بالمرحلة الحالية يعني عنده الاستعداد للوقوف والصمود، ونرى الآن يعني التوتر الغربي بالنسبة للعقوبات التي تفرضها، ممكن أن نقول يعني أو أنها تفرضها يعني رغما عن أنف الأوروبيين الأمريكان وبصفة خاصة يعني إذا ننظر للطرف الألماني، يعني هم الآن على مستوى رسمي هم يعني يتجهون نعم. على الأمريكان يوقفون في بعض المواقف. اسمحي لي بس أكمل النقطة، أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار يعني الشارع الألماني الذي يعني سيثور بعد فترة، لأن الاقتصاد الألماني هو من سيخسر أكثر من خلال هذه العقوبات الأمريكية. سيد دكتور عمار، قلت منذ بعض الوقت أنه الهدف هو عزل روسيا كما عزلت إيران من خلال العقوبات، وأيضا العقوبات على بلاد أخرى من قبل الغرب. هنا أسألك سيد أحمد، مراقبون رأوا أنه موضوع الطائرة الماليزية كان حجة أمام المجتمع الدولي لعزل روسيا فعليا في المحافل الدولية، ولكن موسكو في المقابل نفت مسؤوليتها عن موضوع الطائرة الماليزية. كيف تقيم تطورات الملف الطائرة الماليزية حتى هذه الساعة؟ موسكو تنفي المسؤولية، ولكن واشنطن في المقابل تستمر في فرض العقوبات. سأقول ما قاله روسي سيرجيلاف ولكن يوجد شبهات كبيرة في الجماعات الانفصالية في شرق أوكرانيا المدعومة روسيا المتحدثة بالروسية، وتصوير الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية الذي يوضح البصمة الحرارية للصواريخ التي انطلقت من المناطق التي يسيطر على الانفصاليين، ودخول وحدة من صواريخ الباك إلى الأراضي الروسية ناقصة أحد هذه الصواريخ. هذا جزء يعني من الناحية العسكرية والاستخباراتية لن أزيد في الحديث عنه. ربما روسيا لا تكون مسؤولة بطريقة مباشرة عن حادث سقوط الطائرة الماليزية، ولكن أصدقاء وحلفاء لروسيا على الأرض يجب أن يبدو التعاون. طب من المسؤول سيد أحمد؟ لماذا استباق التحقيقات، ولماذا أيضا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في الانتشار في مكان سقوط الطائرة الماليزية المتأخر حتى وأيضا هذه سلطات كييف يا سيد أحمد تستمر في قصف المناطق المحيطة في موقع سقوط الطائرة الماليزية، وهي تعرقل عمل البعثات الدولية كما يقال. من المسؤول عن سقوط الطائرة الماليزية؟ هل سنستمر بهذا البازار السياسي بين واشنطن وموسكو وكيل الاتهامات من قبل واشنطن على الطرف الروسي؟ العقوبات ليست رد على سقوط الطائرة الماليزية، العقوبات تبدأ إلى روسيا. العقوبات هي محاولة للتحجيم أو لإرسال رسالة إلى موسكو أن دعم الانفصاليين سيكون متابعة. أيضاً أوضح أن العقوبات تختلف عن العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية من حيث أنها ما زالت تترك الباب مفتوح. سيد أحمد، الصوت يتقطع ولست متمكنة من أن أسمعك بشكل واضح. سوف أنتقل إلى الدكتور عمار. دكتور عمار، إلى أين سوف يصل الطرف الغربي في هذه العقوبات كما سألنا السيد أحمد؟ ما هو الهدف؟ قلت أنه الهدف عزل روسيا، ولكن روسيا دولة كبرى وروسيا دولة قادرة على الساحة الدولية.
نحن نعلم أن يعني المسألة هي عملية صراع دولي، صراع جيوسياسي جيواقتصادي، فهذه يعني إحدى الأدوات يعني من خلالها اللي تحاول يعني واشنطن الضغط بشكل أكبر، لأن الوضع الأوكراني أو الوضع الاقتصادي الأوكراني هو يعني قريبا سيؤول إلى الكارثة، الكارثة الاقتصادية أولا والكارثة الإنسانية ثانيا، وكل العقوبات التي فرضت لغاية الآن يعني نرى يعني في من الطرف الأوروبي أنهم يحددون المدة، أنه نعطي سنة ونرى ماذا سيحدث على الأرض، ولكن نعم. الموقف يعني الموقف الذي يعني يثير الدهشة كما يعني تفضلتم أن كل العالم الغربي لا يرى ما يحدث في الأراضي على الأراضي الأوكرانية، إن كانت في المناطق الشرقية أو المناطق حتى الغربية، ومسألة عزل روسيا هي محاولة، ولكن هنا يجب أن ننسى أن هناك طرف اقتصادي قوي جدا ممكن يعني أن يظهر قريبا، وهو الطرف الصيني. يعني لا نستطيع القول الآن أن الصين تعتبر، والبعض يعني أيضا يتحدث عن مجموعة دول البريكس مجتمعة بالكامل، هذه المجموعة صاعدة اقتصاديا وسياسيا أيضا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا دكتور عمار قنات أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة سيفاستوبل. أعتذر منك سيد أحمد، كانت هناك رداءة في الصوت من نيويورك. أشكرك على كل حال المحلل السياسي السيد أحمد فتحي على هذه المداخلة أيضا.